مرحبا بكم الناس في صفحة الترجي لايف الصفحة التي تهتم بكامل أخبار الترجي التونسي نتحدث اليوم على آخر أخبار الفريق نبدو بالخبر الأول وهو رسميا عودة حسين دكدوك بعد انتهاء العقوبة المسلطة من قبل الكاف ومن المنتظر مشاركته في باقي مباريات البطولة الخبر الثاني وهو تم استبعاد الدبشي من قبل الشعبين إلى نهاية الموسم ومن المؤرجح أنه سيتم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين توقف البطولة التونسية لمدة أسبوعين نظرا للالتزامات المنتخب الوطني التونسي ومن المنتظر أن تعود البطولة يومي 24 و 25 جوان سيشهد هذا الأسبوع من التدريبات غياب كل محمد علي برمضان وياسين مرياح نظرا لاستحقاقاتهم مع المنتخب الوطني التونسي وغياب محمد أمين توغاي لاستحقاقه مع المنتخب الجزائري وغياب حمد الهوني لاستحقاقه مع المنتخب الليبي حظ موفق لجميع اللاعبين